أتذكر أنت تتابعيني بقناتي قناة العمري على داخل المغرب خارج المغرب شكل الجالية المصرية خارج يعني أنا لقيت منهم دعم كبير لكن المحتوى ديال القناة ديالي هو اللي خلاهم يشجعوني أكثر مع أنه هم مغتربين وأنا مغترب يعني حال بحال. شكر الشعب المغربي صراحة يرحب بكل سوري على أرض البلد تقبلوا أحسن استقبال. بتشكر الحكومة المغربية اللي عملت تسهيلات كبيرة للمواطن السوري تحديدا لينخرط بالحياة الاجتماعية والعملية بالمغرب. كثير من السوريين أقاموا أعمالهم بالمغرب، في السوريين أقاموا شركات، في السوريين أقاموا معامل، في السوريين أقاموا مطاعم ونجحوا نجاح كبير في المغرب. شكر جلالة الملك محمد السادس نصرة الله على اللفتة الإنسانية الخاصة للسوريين بمنحهم حق الإقامة على أرض الوطن أرض المغرب الجميل وإعطاء السوريين إقامة وتسوية أوضاع المهاجرين السوريين الشرعيين وغير الشرعيين بنفس الوقت. شكر كثير كثير. أتمنى يا رب الله يطول في عمره ويديمه ويديم نعمة الأمن والأمان للبلد الحلوة وأنا راح ظل واستمر لوصل رسالتي إنه المغرب أولا بلا أي منافس إن شاء الله، لكن المغربي معروف وحاليا هو الدرجة الأولى عربية أنا بتابع أخبار السوشيال ميديا بيحتل الأكل المغربي غياب المغربي الطبخ المغربي الدرجة الأولى على مستوى الوطن العربي وعلى الأغلب الدرجة الثانية عالمية حيث أنا درست الحرام. تعجبني الأكلات المغربية كثير. تبارك الله عليكم المغاربة عندكم عندكم ضوء عندكم نفس خاص بالطبخ أنا بفضل يعني دائما لما أكون يقول لك مغربي باغي ناكل شيء أجانب شيء طبعا مغربي ياك بارك الله عليك. أول سؤال أنا صنفته كنت المغرب في حقيقة ما حسيت عبور أو بلا استقرار يعني في البداية بالنسبة للشعب المغربي
بالنسبة للحكومة المغربية في ترحيب، في حسن معاملة، في تسوية وضعية. الكثير من السوريين اللي دخلوا المغرب حصلوا على الإقامة في المغرب بقرار من السيطرة والوصول، وبالتالي أصبحوا مقيمين بالبلد. نحن لقينا معاملة جيدة، معاملة جميلة من المغرب حكومة، من المغرب الشعب. فشيء طبيعي انه نحن نرد الجميل للبلد اللي استقبلنا بهالظروف الصعبة، ظروف سوريا صعبة جدا. البلد اللي استقبلنا بهاي الظروف من الطبيعي انه نحن نرد له شيء من المعروف اللي هو عنده. فأنا اخترت اني اعرف بالمغرب كشعب، المغرب كحضارة، كتاريخ. بدأت اعمل اكثر من زيارة لأكثر من مكان. كنت زرت الجامعة الدولية بالرباط، يعني أحب هاي المدرسة الجامعة الدولية بالرباط. تفاجأت بجماليتها، بحديقتها، بمركز السكن الطلابي ما شاء الله، حتى بالكافيتيريا في الجامعة، الملاعب، كل شيء كان حلو فيها. يعني هون أنا تشجعت. لما شفت شيء جميل في جمال هذا قررت اني استمر. كل حي من احياء سقراط مراكش يصح ان يكتب له روايه صراحه. تفاجات ببعض الاحياء الصغيره اللي كانت اكثر من رائعه، توقفتني صراحه. السوق كثير من الاشياء اللي تباع بهذا السوق، كثير من الاشياء تباع بهذا السوق، كل شيء موجود في هذا السوق. تقدر واحد يشتري اي شيء، هدايا، كل شيء، كثير من الاشياء. فكملت لوصل رساله. انا قررت اني اوصل رساله. هاي الرساله هي انه كل مواطن عم يدور على وطن جميل يجي على المغرب يلاقي وطن جميل. تبارك الله عليكم. احنا يعني بالصدق يعني كنرحبوا بكم يعني من جميع الجنسيات. كما احنا قلنا راه كنمشيو لدول اخرى، راه الدول الاخرى كيجيو عندنا، راه يعني كنفرحوا ملي كنمشيو لشي بلد وكنحسوا براسنا في الوطن او البلد ديالنا الثاني. فبالتالي اكيد حتى حنا خصنا نبادلوا بالمثل ويجيو عندنا سبع سوريين فلسطينيين عرب او اجانب يجيو عندنا. راه اكيد البلد مفتوحه ومرحبا الجميع كيف كنتي شعبا وحكومه. شنو المناطق اللي درتي بالضبط؟ اول شيء راح اعقب على كلامك، لكن في شغله نقطه من لولا ترحيل الشعب المغربي بالسوري انا ما كنت بديت الحوار. لولا ما رحبوا فينا بالسوريين وعملونا معامله خاصه وفتحوا لنا بيوتهم، كانوا ضيافين كثير معنا، ما كنت كملت. بالنسبه لسؤالك، المدن اللي زرتها اكاديم، مراكش، حبيت الدار البيضاء، زرت طنجة، عروس الشمال، زرت تطوان، أيضا فاس، مدينة العلمية، أيضا زرت وجدة. ما بعرف، في النهاية قررت إني أستقبل المحمدية. يعني عجبتني المحمدية لأنه هي تقريبا يعني المركز سبت عليه، قريبة من عاصمة الرباط. طبعا أكيد زرت الرباط كثير، قريبة من الدار البيضاء، قريبة من الدار البيضاء، وين ما بده الواحد يروح يعني المحمدية. شكرا لك استاذ زاهر على هذا النشاط، ومرحبا بك في بلادك الثاني، ومرحبا بجميع السوريين في البلد ديالهم الثاني. ونتمنى ان شاء الله نشوفكم دائما، نشوفكم في تألق.